وإلى قصة أخرى من السودان. أحيانا قد تنوي السفر من أجل المتعة والاكتشاف، فتجد نفسك قد تحولت دون رغبة منك ربما لشاهد على أحداث جسام في العالم. هذا ما حصل مع الرحالة المصرية الشابة خديجة منصور، التي انطلقت في مغامرة تنقلها في رحلة طويلة من مصر إلى جنوب إفريقيا، لكنها لم تتوقع أن الحرب ستحاصرها عند وصولها للسودان. بعد 3 أشهر من انطلاق رحلتها، توثق خديجة رحلتها ويومياتها في السودان على وقع القتال، وتشاركها مع متابعيها في تيك توك وإنستغرام في انتظار متابعة رحلتها قريبا نحو إثيوبيا. نتابع هذه المشاهد من يوميات خديجة. هل ده يستاهل كل الضغط دي؟ وهأصلا أقدر أعمله ولا لأ؟ بس أنا أرهق قوي. طيب احنا نزلنا نشتري عيش وشوية حاجات وما لقيناش، لقينا قفران العيش قفل. ده السوبر ماركت، في حاجات أساسية، معظم الحاجات مهولة. متوترة وقلقانة وفي كده في حالة من الانسرتينيتي كده، ان انا مش عارفة ايه اللي جاي، يعني اتحرك على ازاي، هنعمل ايه. بس المنظر حواليا المفروض في ضرب نار من الناحية دي وفي دخان ظاهر. طبعا خديجة ليست صانعة المحتوى الوحيدة التي وجدت نفسها محاصرة في السودان بسبب الصراع الذي دخل أسبوعه الثاني. اليوتيوبر المصري أحمد البدوي كان قد وصل إلى السودان قبل أيام من بدء الاشتباكات بهدف نقل حياة السودانيين وتقاليدهم إلى مشاهديه في يوتيوب، ليجد نفسه شاهدا على الاشتباكات والصراع العسكري الدائر هناك. نشاهد. زي ما انتم شايفين الدخان لسه هناك، دخان الصبح كان أكتر وبدأ يقل، ولكن لسه في اشتباكات. الوضع بيزق السوق لأن الكهرباء والشبكة بيضعفوا، الكهرباء ما فيش خالص وشبكة التليفون ضعيفة جدا، ربنا يستر. طيب أنا جيت السوبر ماركت ده من 3 أيام، كانت كل حاجة هنا مليانة، الرفوف مليانة، ولكن الرفوف دلوقتي بدأت تبطأ. المية، أوارير المية خلصت، ما بقاش أوارير المية في البلد. الراجل بيقول لك ولا عندي ولا عند غيري، هتلاقي مستحيل.